بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، تحيتنا متجددة في يوم الختام في هذا المهرجان وجائزة زايد الكبرى التي تجمع ما بين هذه الشعارات الكبيرة، الشعارات المتميزة التي أتت من كل مكان للمشاركة في أرضية الميدان. يسير شوطنا الخامس بحفظ من الله وتوفيق، يحمل منافسات الحول المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. مباشرة أسير إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط، صبال سعيد بن ضحي بن خليفة الكعبيات على المركز الأول. انتقل إلى المركز الثاني وأجد هنا مغيرة لعبد الله بن سعيد بن حمد العريانيات مع المركز الثاني. انتقل إلى المركز الثالث وأتحول هناك على ثالث المراكز. وين الحضور والتواجد؟ هنا التواجد من خلال هذه المنافسة وصلت فيها وتقدمت في هذه اللحظات. هذه هي لمعة لسعيد بن سعيد، أو هناك سيف بن سعيد الشاعر العلي يأتي مع المركز الثالث. انتقل إلى المركز الرابع وأجد خيرة لسالم بن علي بن سالم الدرعيات مع المركز الرابع وخامس. المراكز القدوم في هذه اللحظات من الشاهنية، اضحي بن مبارك بن اضحي الكتبي، بينما المركز السادس الوصول، هنا الوصول على المركز السادس في هذه اللحظات من وسمية. الوسمية قادمة لسعيد بن سهيل بالسلمية العامري، بينما المركز السابع وصلت رهان سعادة صالح بن محمد النصرة العامري، والثامن المراكز هنا الشرقية جمعة بن محمد بن كلثم الأخيلي، تاسعا العزوم لماجد بن سيف بن طماش المنصوري، وعاشر المراكز نشرة محمد بن حفروت بن سلطان الاكتبي. هذه النتيجة والنداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة والمتحركة والباحثة عن الفوز والانتصار من خلال المنافسات والتحديات، من خلال التواجد والحضور، من خلال هذه الاندفاع الكبيرة في عاصمة ميادين السباقات. عودتنا إلى المركز الأول، عودتنا إلى صدارة الشوط، عودتنا إلى الاندفاع الكبير من خلال هذه الانطلاقات المميزة. سن الكبار 8 كيلومترات، مسافة ماراثونية، مسافة ماراثونية خصصت لهذا السن. مغيرة ولكن الهجوم يبدأ من صبا 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 صبا، وهي في عصر الصبا. هذه صبا لسعيد بن ضحي بن خليفة الكعبيات على المركز الأول، يقدم لنا شعاره وشعاره المميز هنا على صدارة هذا الشوط. مغيرة بالمركز الثاني، مغيرة على المركز الثاني، عبد الله بن سعيد بن حمد العرياني ياتي مع المركز الثاني. يتقدم العرياني مجددا للأماني منطلقا من خلال هذه المنافسة والتعديات الجميلة، بينما انتقل الى المركز الثالث الشاهنية ضحي بن مبارك بن ضحي الاكتبي ياتي مع المركز الثالث. انتقل الى المركز الرابع وحضور المركز الرابع من لمعة القادمة لسيف بن سعيد الشاعر العلياتي مع المركز الرابع. انتقل الى المركز الخامس، من يحضر، من يتواجد
من يتقدم على المركز الخامس هذه خيرة، خيرة لسالم بن علي بن سالم. الدرعي بينما المركز السادس رهان لسعادة صالح بن محمد بن نصرة. العامري والعزوم تأتي على المركز السابع. العزوم تعزم في هذه اللحظات لماجد بن سيف بن طماش المنصوري، بينما المركز الثامن ركيبة لسلطان بن سعيد بن سهيل. الدرعي بينما تاسع المراكز وصلت الوسمية للسعيد بن سهيل السلمي العامري، والمركز العاشر مع سمحة لمحمد بن مسلم بن قنزول العامري. هذا هو النداء والنتيجة للمراكز العشرة الأولى، النتيجة المبدئية هنا مع انطلاقة هذه التحديات والانطلاقات. الجميل، وصلنا إلى جسر العبور، وصلنا إلى جسر العبور وعبرت الأسماء بانطلاقات هذه الانطلاقة وتحديات هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، ومنافساتها وتحدياتها ومتعة المنافسة دائما تأتي مغايرة هنا في أرضية هذا الميدان في عاصمة الميادين. نعود إلى المركز الأول، أعود إلى صدارة الشوط، أعود إلى الاندفاع الذي يحمل الإثارة الأولى هنا من خلال هذا التواجد، من خلال هذا الحضور. هذه الصبا لسعيد بن طحيف خليفة الكعبي على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط، مقدمة لعروض جميلة. أما المركز الثاني فهذه هي مغيرة لعبد الله بن سعيد بن حمد العريانيات مع المركز الثاني، والشاهنية اللي على المركز الثالث. الشاهنية قادمة مترصدة تنطلق لضحي بن مبارك بن ضحي الاكتبي، بينما المركز الرابع فهي لمعة لسيف بن سعيد الشاعر العليات مع المركز الرابع، وخامسا بن طماش يقدم العزوم ماجد بن سيف بن طماش المنصوري، بينما المركز السادس ركيبة سلطان بن سعيد بن سهيل الدرعي، والمركز السادس الوصول هنا مع هذه الاندفاع، هي نشرة لمحمد بن حبروت السلطان الاكتبي. انتقل الى المركز السابع هنا، المركز السابع وصلت ظن اهلال بن عيضة بن اهلال المزروعي، وتحركت ايضا رهان لسعادة صالح بن نصر العامري، ووصلت ايضا على المركز العاشر هي القادمة، هي مرموقة لسعادة احمد بن سلطان الحلامي، يصل في هذه اللحظات. ولكن وين المقدمة مع المنعطف الأخير، مع المنعطف المثير، مع الأداء الكبير؟ هذه هي الصبا على المركز الأول، على الصدارة لسعيد بن ضحية بن خليفة الكعبي، وأيضا مغيرة هنا على المركز الأول، على الصدارة الأولى عبد الله بن سعيد بن حمد العرياني. ما شاء الله عليها من شافت الكيلو الأخير، طارت هنا على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى والهجوم. إذن هذه هي مغيرة لعبد الله بن سعيد بن حمد العرياني، بينما المركز الثاني وصلت فيه وتحركت لمعة لسعيد
هنا لسيف بن سعيد الشاعر العلي ياتي مع المركز الثاني وتحركت مرموقة لسعادة احمد سلطان الحلامي. دمعه قادمه، اول نداء لدمعه هزاع بن محمد بن تراحيب الهاجريه. لكن وين العرياني مع مغيره على المركز الاول عبد الله بن سعيد بن حمد العرياني، والهاجري قادم يقدم لنا دمعه. لكن مغيره غيرت على المركز الاول، طارت على المركز الاول، سارت في هذا الناموس والفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمالك مغيره عبد الله بن سعيد بن حمد العرياني على هذا الفوز، على هذا الانتصار. ها هي لحظات الوصول. المركز الثاني وصلت فيه دمعة لهزاع بن محمد بن ترحيب الهاجري، ثالثا مرموقة سعادة احمد بن سلطان الحلامي، رابعا كانت مع انطلاقة نشرة محمد بن حبروت بن سلطان الكتبي. المركز الخامس كانت وفرة بالمركز الخامس عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. إذا متابعين الكرام، منافسة ممتازة وجيدة للغاية حيث هذا الاندفاع الجميل، وكانت مغيرة هي بطلة لناموس هذا الشوط. تهانينا لمالك مغيرة عبد الله بن سعيد بن حمد العرياني على هذا الفوز والانتصار ولحظات الوصول إلى خط النهاية، معلنا فوزا وانتصار كبير مع اللحظات الأخيرة. توقيت الزمني المرافق لمغيرة لعبد الله بن سعيد بن حمد العرياني 12 دقيقة 45 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. أتت بالمركز الثاني دمعة هزاع بن محمد بن ترحيب الهاجري. التوقيت الزمني للمركز الثاني 12 دقيقة 47 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث مرموقة لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 48 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. أتت بالمركز الرابع هي نشرة لمحمد بن حبروت بن سلطان الكتبي. التوقيت الزمني لانطلاقة نشرة هناك 12 دقيقة 49 ثانية و3 أجزاء من الثانية، بينما المركز الخامس كانت وبرة لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 49 ثانية و6 أجزاء من الثانية.